يلعب يا سحاس. ايوه ما تقلق، اه خد واحد. عم بكري جاي في اول الحار. ايه اسمع، ايه خد الورقه، دير نفسك لبكري. ده لا ليه ليه لا تقوم قبل ما ياخد باله. طبعا مش هفهم ليه. انت تفهم ليه؟ انت تنفذ وبس. انا انفذ وبس. قرب يا جدع، قرب يوصل لاخر البيت. ايوه هو قرب يوصل. رماها ايه؟ طبيلة. لا مش لاعب. انت تسكت خالص. ايه دي؟ طب ايه الحكاية؟ افهم بس. احنا اللي حكاية بلدي. عباسة ابو قاسم. ايوه يا عم بكري. يا نعم. عم الله عليك. خد يا مس، استعرض لي الورقه دي. انت تؤمر يا عم بكري. تشكر. ايوه يا سيدي. ايوه يا خبر اسود. ايه؟ حريق كبير في مصنع. يعني حريقه؟ ايوه مصنع ولعت في النار. وهي اللي ولعت لوحديها ولا حد اللي ولع؟ ايوه يا سيدي، بقيت المنشور على الصفحة الاولى. وقد تمكن رجال الاطفاء من محصرة النيران التي ظلت مشتعلة حتى ساعة متأخرة من الليل. يعني يا مسعد طفوها ولا لسه ما طفوهاش؟ ما دام ما قالوش انها مشتعله حتى الساعه دي يبقى لازم طفوها. وعلى كل حال هما القدر. كمل. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ خلاص خلاص. ايه كمل. اهي بقى كل الكلام دي، الكلمتين اللي قلتهم. ما تكمل يا راجل، شوف هنا في ايه. دي ايه دي؟ لا إيه؟ لا دي 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 ايه دي دي ده مكتوب هنا حاجه تانية خالص. ايه؟ راجل يلقى بنت في جبانة البلد ويربيه ثم يرفض أن يزوجها، راسه وألف سيف ما يجوزها. ليه؟ هذا هو السؤال. تعال انت، تعال انت بتتمعلس عليا. والله العظيم لا اخلص عليك. بتتمعلس عليا. فيدك بس يا عم بكري. سيبني بس. يا ابو سنيور. طب فيدك مكتوب كده في الورقه. طب الورقه بتسال ليه؟ ما كنتش مصدق اخد اقراها بنفسك. يعني ما بقراش، انما الورقه بتسال ليه؟ ما هي اصلها يعني بصراحه كده يعني حاجه غريبه يعني. ايه اللي غريب فيها؟ طب اسمع، اما كنتش مصدق كلام الورقه، جوزني سنيوره لما اشوفها هتقول ايه. بلاش مسعد، جوزها لي لا انت ولا هو. جوزها لي انا عندي قراطين وحسرق قراط من عند امي وهزور ختمه والتلت قراريط كلهم هكتمهم بيع وشراء عشان خاطر السنيوره. قلت ايه؟ يلا يا حرام. بس طب يا اسمع عم بكري، بلاش هاني ولا حسن ولا جدع الاهبل دي. عالي الكتف نفسي يتجوزها. ما بتجوزهالوش ليه؟ انا بدي افهم بقى، انتوا بتلعبوا بيا؟ لا بنلعب معاك. لعبت عليك نفسك. العيب مش عليكم انتوا، العيب على اهاليكم اللي ما عرفوش يربيكم، جاتكم البلا قلالات الحياه. هي عليكم وعلى تربيتكم. عم بكري اسمع، عم بكري حاب ادور لك على بقيه المنشور في الصفحه الاولى وحاب اقراها لك بمشيئه الله. يا اخويا اتنيل. مع السلامه عم بكري. اتنيل. عم بكري عليك واحد. Thank you.
اهلا يا سلام. انا يالك يا عم من قدك. لزوم ايه الكلام ده يا سلام؟ مش هتتجوز سنيوره؟ بختك بقى يا عم. ايه بقى؟ وما فيش حاجه في البلد بتستخبي؟ لا 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 لا، ما هو الخبر ده مستخبي، الكل مكتم. كل مكتم؟ ايوه. طب انت عرفته ازاي؟ اصل ام حجازي قابلت ام مسعد وقالت لها. وام مسعد قابلت امك وقالت لها؟ لا، ام مسعد قابلت امي بس ما قالت لهاش. امال مين اللي قال لامك يا سلام؟ الواد حسن ابو شرف بقى هو اللي قابل امي. وقال ليه؟ لا، قال لي انا. وانت اللي قلت لامك؟ لا. امال مين اللي قال لامك يا سلام؟ ام حسن ابو شرف. هي قالت لامك؟ هي اللي قالت لحسن. وحسن ابو شرف قال لامي، وامي قالت لحسن ابو شرف خلاص؟ ايوه خلاص. ماشي. والله. يبقى فاضل مين بقى في البلد دي؟ ما عرفش يعني الخبر بصحيح. بصراحة انت تستاهل، والله انت تستاهل. انا لو في مركزك والله يعني كده. طب روح لحالك يا سلام، روح لحالك. انا لو في مركزك والله ما كنت سبتها ولو على رقبتي. انا ما اخسر، انا مش في مركزك. فرق كبير قوي بين سواق ترومبيل قد بيت العمدة وسواق حمار. توزع يا سلام. قطع. نعم. توزع. توزع. ايوه توزع. يعني ايه دي توزع؟ يعني هوينا. يعني ايه هوينا؟ يعني فرقنا. يعني امشي. امشي. يبقى طب ليه تقول لي توزع ما دام عايزني امشي؟ امشي ولا تهوى ولا توزع؟ حاجة من دول اعملها سلام وخلصها. همشي. امشي. طب هتوزع. خلاص هتوزع. طب عندي بقى هتهوى. سلامة. ايه؟ هضربك. دي جديدة دي احسن منهم؟ ابدع منهم كلهم. ابدع منهم. لا امشي. يلا بينا. يلا عشان اقول لك ان احنا مش هنتجوز ولا انت ولا انا. ماشي. هنيالك ما تنساش تعزمنا وتدعينا كده. سي بقول لك سي. لازم اقول لك اتوزع. طب اتهوى. ماشي ماشي. الحمد لله يا رب العالمين. حرمني يا عم حجاتي، حرمني يا عم محجوب. جامعة ان شاء الله. هو الشيخ نور مش جاي معاني؟ اتأسف له وقال لي روح انتوا. هو احنا هنروح دلوقتي يا عم محجوب؟ خير البر عاجله يا سعالي. معلش يا عم محجوب، معلش يا عم حجازي، بتعبكم معايا. مش مهم التعب، المهم النتيجه. يا سيدي ربنا يعمل اللي فيه الخير. يلا يلا اتفضلوا. ربنا ما يحرمني منه. يا رب تسلم بخير. عقبالنا نشوف فرح بهيه كده ان شاء الله يا عم حجازي. الله يبارك فيك يا علي. حسن ابو شرف، حسن ابو علي، حسن انت قاعد هنا ليه؟ ملاقوا فين؟ تعال
البلد مقلوبة في بيت البكري. تعال بسرعة هيجوزوا سنيورة لعلي الكتف. يلا يلا. والبكري وافق؟ لا معرفش لسه، بس تعالى يلا بسرعة نروح نشوف هيعملوا ايه. انا هغيب شوية اما في البلد راجع على طول. يلا سلام. ايه اللي حصل يا موسى؟ اتفقوا؟ مش باين لسه. يعني مش سامحهم لا بيزعقهم ولا بيتخانقوا ولا اي تسوق يكونوا اتفقوا ولا ايه؟ يا تقعد وانت ساكت بلاش دوشي. اه انا ساكت؟ عايز اقعد يعني اقعد يعني؟ انت طب اقعد ازاي؟ لا شوف أنا مش فاهم، أنا مش فاهم هم ساكتين ليه؟ سكوتك طول يا بكري، انت ما بتتكلمش ليه؟ بفكر احجاز. سيبوا احجاز يفكر، ده بقاله جمعتين بيفكر. اسمع انت بقى، انت بتتكلم ليه؟ انت بقى مالكش كلام معاي. والله العظيم لولا وجود الرجال اللي انت لاممهم عليا انا كنت خليتك ما دخلتش بيت ابدا. معلش يا بكري، اهو علي زي ابنك تمام، وانت كلك شهامه ومروءه وقلبك كبير. اصلاني كمان انا حالف اني ما جوزهالوش، وانت شادي حسان. وهو حلفان زي ده يجوز يا بكري؟ وما يجوزش ليه بقى؟ ارجع فيه يا سيدي واذبح خروف لله. يا اخي وكان حد قال لك احلف؟ على اي حال انت حلفت وانت غضبان. لا 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 يا جماعة لا. جرى ايه؟ يا مسلمين ده حلف وده يمين مش لعبة. على العموم سيبك يا بكري من حلفانك دلوقت، وبكرة نبقى نشوف له حل مع الشيخ نور، ويستعذ بالله انت كده وفكر من جديد، وربنا يهديك للي فيه الخير. يا جماعة يا جماعة انتوا كابسين على نفس الراجل ليه؟ خفوا عنه شوية، خليه يفكر على مهله. الناس دول كابسين على أنفاسي ليه؟ أنا طول عمري ماليش دعوة بيهم ولا ليهم هم دعوة بي. هما بيجوا لي بيتي ليه؟ طب أنا مش عايز أجوز سنيور، هياخدوها مني يعني بالعافية ولا هياخدوها بالعافية؟ طب ولما أجوز سنيورة هعيش من غيرها إزاي؟ ازاي يا بكري؟ ازاي؟ ما تتكلم يا بكري. اسكت انت يا علي، ما تفسدش الموضوع. علي بتدخن يعني؟ انت بتصرخ فيا كده ليه؟ ليه دي؟ ما تدقش يا بكري، ده عريسه جاي يخطب، عايز يكون اعصابه بارده. ما تاخدش بالك منه وخد راحتك انت. Thank you.
انا مش فاهم يا اخي، كلهم كده قاعدين مبلمين ومبوزين، ومحدش منهم لا بيتحدد ولا بيتكلم ولا اي شيء ولا بيتنفس حتى، وكانهم مسحورين يا اخي. مسحورين؟ ايه. طب وبعدين؟ كفايه تفكير يا بكري، ودينا راي نهائي ورانا اشغال يا اخي. اديله فرصه كمان يا حجازي. انبي معاك يا بكري، اصل الحكايه مش سهله يا جماعه. ده الواحد بيفرح لما يجوز بنته، وده زي ما يكون انقتل له قتيل. تعرف يا مسعد؟ ايه؟ اني بتمنى ان بكري يرفض يجوزها علي الكتف. ليه انا؟ عارف لو علي الكتف ما اتجوزش سنيوري يمكن يموت نفسه. وانا كمان لو ما اتجوزها علي الكتف أيه؟ يمكن اموت نفسي. انت تموت نفسك؟ بقول لك ايه؟ ما تموتوا انتوا الاثنين واتجوزها لي. عيني عليك ياللي لا مرتاح ولا فعلك مريح، قافل ببان السعادة وشايل المفاتيح، ارميها في البحر وتبعزقها ويا الريح. هي كلمة واحدة بكري تقولها قدام كل الناس، ناوي تجوزني صنيورة ولا ما انتش ناوي؟ مش ناوي. تحرم منها الاهالي، تحرم منها العباد ياللي ملكش غالي. بكره ليالي الحصاد، لا هي راح تخلي وحش ولا تخلي مليح. البنت كبرت يا بكري ولزمها الجواز. سطر عليها يا بكري. جوزها ينوبك ثواب. سنيورة بنتي أنا حر فيها، أجوزها ما أجوزهاش أنا حر فيها. بس دي مش بنتك يا بكري. امال بنتك انت يا حجازي؟ الشيخ نور حمني رساله ليك يا بكري، بيقول لك جوز سنيوره ترحمه وترحم نفسك وترحم الناس، بيقول لك جوزه قبل ما يفوت الاوان. قول له ان انا مش هجوزها. امر غريب يا بكري. الشيخ نور هيزعل. يتفلت يزعل، واعلى ما عندكم اعملوه. اما شيء له العذر، دي بنتي ولازم تتجوز. انت مش عاوز تتجوزها ليه؟ لا بقى الصبر له حدود يا حجازي. هو تعيين نيابه ولا تعيين نيابه؟ الراجل اتحرق دمه يا اخي لغايه ما جاب لك مهرها وشبكتها، دفع لك مبلغ ما اندفعش لاي بنت في البلد، ده حتى حرام عليك. خد يا عم بكري، خد ده مهر سنيوره وشبكتها يا عم بكري. خدهم يا عم بكري وجوزني سنيوره. ابوس ايدك جوزهاني، اديها لي بالجلابيه اللي عليه وانا متكفل بكل شيء يا عم بكري. وفر فلوس، انا مش هديها لك، ما انتش واخدها. بس
سنيورة سنيورة لا في ايدي ايه سنيورة ايه ده بس يا بدري عايز ايه من سنيورة عايز ايه من سنيورة سنيورة ايه يا استاذ علي حصل ايه تعالي معايا يا سنيورة اطلعي معايا على المركز اجي معاك اطلع معاك على المركز ازاي اهربي معايا يا سنيورة ايه اهرب وعايز منها ايه هتجوزك اول ما نحط رجلينا في المركز هوضب لك بيت زي احسن واحدة هناك مش هخليك تعوزي حاجة هفسحك كل يوم هوديك السيما هاخدك معايا في العربية ولا تفتك على البلاد كلها هتتفرجي عليها وحندوق سوا طعم العيشة الحلوة هي بتضحك ليه؟ مش هخليك تبطلي ضحك أبدا وعمر الشقة ما هيعرف طريق ولا سكة لقلبك لا يا أستاذ علي أنا مش ههرم معاك أنت ترضالي بحاجة زي دي برضو؟ يعني ترضى لأختك فاطمة مثلا بحاجة زي دي؟ ترضى لها يعني إنها تهرب مع راجل؟ أنا بنت الجبانة يا علي والجبانة أمي وأني هفضل فيه مش حاسبها أبدا أنا هفضل فيها مع أبويا يا علي خد عربيتك وروح يا استاذ علي سنيورة ما تستناش وياما هتلاقي في سكتك بنات كتير ياما سنيورة سنيورة بيجري ليه؟ أنا بنت الجبانة يا علي والجبانة أمي أنا هفضل فيه هفضل فيها مع أبوي مش هسيبه أبدا روح أنت يا أستاذ علي خد عربيتك وامشي ما تستناش بكره ليالي الحصاد بكره ليالي
والله راح تخلي وحش ولا تخلي مليح سنيورة. تنمت يا سنيورة. بيت يا سنيورة. ايوه يا ابا. نمت هوام كده؟ لا يا ابا لسه صاحي. يا الحمد لله انزاحوا ومشوا وجعوا قلبي ده هي توجع قلوبهم. عارفه كانوا عايزين ايه يا سنيوره؟ قال كانوا عايزيننا وافق علشان تتجوزي عليك كيت. قال انت تتجوزي عليك كيت. انما بيني وبينك يا سنيوره كل اللي كانوا قاعدين كلهم كانوا طمعانين فيك. كل واحد فيهم بده يتجوزي. انا عارف البلد يا سنيوره، عارف البلد دي وعارف ناسها كويس. أنا بقول إيه يا سنيور؟ نعم يا هو كان بيقول لك إيه عليك كده؟ إيه؟ كان بيقول لك إيه؟ أبداً يابا، ده كان بيسلم علي وبيقول له إنه ماشي رايح المركز. طب أنت قلت له إيه بقى؟ إيه؟ قلت له إيه أنتِ؟ أنا قلت له مع السلامة. بيت؟ لا بس كده؟ قلت له مع السلامة يا اسطى علي. طب وتقولوا لي ليه يا اسطى علي؟ ليه دي؟ ما راح خلاص ان شاء الله مش هيرجع تاني ابدا. بالك يا سنيورة مين اللي هيتبسط في الحكاية دي كلتها؟ مين يا؟ تهامي. تهامي هيتبسط بسطة. عم تهامي؟ امال واحنا قاعدين مع الرجاله ايه باين انه جاي في صف عالي على اخر الخط. لما بيني وبينك بقى هو قابلني قبل كده وقال اني ما وافقش على الجواز واداني فلوس. ابا انما انا ما خدتش الفلوس لاني مش هخليكي تتجوزي على الكتف ابدا ابدا يا سنيوره ابدا. ابا نعم. قال فين الخاتم بتاعي يابا؟ راح فين؟ خاتم؟ ايه الخاتم بتاعي اللي قلت لك ان لقيته انا عايزاه. نايف هاته لو تسمح يابا. انا بدور عليه اهو. اهو خد اللمبة معاك يابا لو تسمع وخد الباب راخر وانت خارج. تصبح على خير يا سنيورة. وانت من اهله يابا.
البت كبرت يا بكري، يلزمها الجواز، سطر عليها. امال بنتك انت يا حجازي؟ طب مش هجوزها. اهربي معايا يا سنيوره. ايه؟ الراجل اتحرق دمه لغايه ما جاب لك مهرها وشبكتها، وده احسن سواق في المركز. انا بنت الجبانه يا علي، والجبانه امي، واني ما اقدرش اسيبها.